مساء الخير لكل متابعي تلفزيون سوريا ومتابعي لم الشمل، حلقة جديدة مع أيهم اليوم. مساء الخير وأكيد معي مع آسيا، حلقة جديدة أبرز ما فيها. غلاء الأسعار يكوي جيوب السوريين في إدلب. اقتناء سلاح شمالي غربي سوريا، غياب الرقابة والإجراءات الناظمة. كيف يؤثر غذاؤنا على مشكلات الجهاز الهضمي؟ الموضوع الأول، أدى ارتفاع الأسعار في مدينة إدلب إلى تجمع العشرات في المدينة الثلاثاء احتجاجاً على الغلاء الفاحش لمعظم المواد الأساسية. نعم أيهم، ورفع المتظاهرون لافتات تعبر عن غضبهم من ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية وغلاء المعيشة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الناشط الإعلامي حسن المختار. أهلا بك، مساء الخير. مساء الخير. مساء النور لك وللسادة المشاهدين. حدثنا اليوم عن أوضاع السكان، كيف هي مع هذا الغلاء الذي تشهده المدينة؟ نعم، بالفعل كما ذكرتم في تقريركم، يعاني سكان محافظة إدلب وشمال غرب سوريا بشكل عام من ارتفاع جنوني في الأسعار، لا سيما أسعار المواد الغذائية وبعض المنتوجات أو المنتجات القادمة من الأراضي التركية. التجار يدعون بأن سبب ارتفاع الأسعار هو انخفاض قيمة الليرة السورية، اليوم الليرة تقريبا ب 2150 ليرة سورية للدولار الواحد. قامت يعني السلطات هنا المحلية في إدلب وفي شمال غرب سوريا بشكل عام بعدة خطوات لمكافحة التلاعب بالأسعار، من ضمنها إدخال كميات من الليرة التركية للتداول في السوق. مع الأسف يعني الليرة التركية لم تساعد بشكل كبير في حسم الأسعار بسبب غياب الرقابة التموينية. هلا غير هيك بالنسبة للليرة، إذا بدنا نحكي عن الليرة التركية، يعني تعاني من انخفاض في القيمة مقابل الدولار هذين اليومين، هل شيء أثر على الأسعار؟ نعم بالفعل، يعني الليرة اليوم تقريبا الليرة التركية الواحدة بتصرف أو الدولار الواحد بتصرف 7.15 قرش ليرة تركية. أول ما دخلت الليرة التركية على محافظة إدلب كانت ب 6.70 قرش. هذا الشيء لاحظناه بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية. التاجر يعني بشكل عام البضاعة عنده بالدولار الأمريكي، فبيضطر أنه يقسم على الليرة التركية أو على الليرة السورية وإعطاء السعر للزبون، وبالتالي يعني هناك يعني الخاسر الوحيد هو الشعب كون المدخول هناك أكيد. لكن قبل ما يصير في انخفاض بالليرة التركية كان هنالك أيضا ارتفاع في أسعار المواد الأساسية والمحروقات بشكل كبير. مع الأسف آسيا، بالفعل يعني في ارتفاع بأسعار المحروقات. امبارح شركة وتد رفعت سعر المازوت والبنزين محافظة إدلب بمقدار 40 قرش ليرة تركية تقريبا. شركة دعت أنه هذا الارتفاع هو من الشركة الموردة، الشركة التركية الموردة قامت برفع السعر داخل الأراضي التركية، وبالتالي انعكس سلبيا على الأراضي السورية، وبالتالي قامت الشركة برفع السعر. هذا السعر يعني أسعار المحروقات ارتفعت في محافظة إدلب وارتفعت في مناطق عمليات غصن الزيتون ودرع الفرات شمال حلب.
وبالتالي الارتفاع يعني هناك نلاحظ بأن انخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي أثرت بشكل مباشر على التداول هنا في إدلب. يعني المدنيين هربوا من انخفاض الليرة السورية تفاجؤوا بانخفاض الليرة التركية. لكن للتنويه يعني انخفاض الليرة التركية يكاد شبه أو يكاد غير ملاحظ مقارنة بانخفاض الليرة السورية. يعني الليرة السورية تكون ب 1500 فجأة بتصير ب 3000. فصار في يعني نوعا ما ضبط في الأسعار كون التجار يعني يتعاملون بالدولار الأمريكي بدرجة أولى. بالنسبة للسلطات المحلية هنا في محافظة إدلب، يعني لو حكينا عن حكومة الإنقاذ وجهاز الرقابة التمويني الموجود لدى حكومة الإنقاذ، يعني ما في مع الأسف الرقابة التمويني القادرة على ضبط أسواق الشمال ككل. حاليا حكومة الإنقاذ مركزة على مدينة إدلب كونها مركز الحكومة وكان التجمع السكاني الأكبر في الشمال المحرر. يعني مثلا في عنا مدن رئيسية مثل معرض مصريين مثل الدانا مثل صرمدة مثل حزانو، يعني هاي المدن ايضا بحاجه لضبط الاسعار، بحاجه لرقابه تمويني. صحيح. يعني لو تصل الصوره بشكل اوضح عدنان، ولكن هل اصدروا اي مقترحات للسيطره على الوضع ام ستظل الاسواق تشهد مزيد من الارتفاع برايك؟ بالنسبه يعني لحكومه الانقاذ كونها هي السلطه التنفيذيه هون محافظه ادلب اصدرت لوائح ثابته للاسعار بالليره التركي، لكن بنلاحظ انه التاجر نوعا ما غير ملتزم بهي اللوائح كون مثل ما خبرتك جهاز الرقابه التمويني غير قادر على تغطيه كافه مناطق الشمال السوري المحرر. يعني لو قربنا الصوره اكثر للمشاهد، من فترة كان على سبيل المثال اشتريت قنينة مي من عند دكان الحارة فحسبها بليرة ونص تركي، بعد فترة حسبها بليرتين تركي. طيب قلت له أنت يعني بعتني بالليرة تركي ما بعتني بالسوري، قال لي ما لي علاقة يعني ارتفع سعره على السوري فأنا قسمته وبعتك على السوري. فهي المشكلة أيضا في عشوائية بالتعامل، في عشوائية بالتعامل من قبل التجار يعني لسه أكثر من تلاعب الليرة. على العموم نتمنى يعني أنه تنضبط فعلا الأسعار. بدنا نشكرك الناشط الإعلامي حسن المختار، شكرا لك. شكرا لك حسن. إلى خبرنا الآخر، سجلت مدينة الحسكة في شمال شرق سوريا المركز الأول عالميا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء والتي وصلت إلى 50 درجة مئوية. كانت مديرية الصحة في المدينة قد حذرت السكان من التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات النهار، مما يؤدي إلى ارتفاع حرارة الجسم بشكل كبير وحدوث تشنجات في الأعصاب. وإلى محافظة السويداء، حيث وصل عدد إصابات فيروس كورونا إلى 30 إصابة بعد تسجيل 5 حالات جديدة. وجه مدير مشفى شهبة الدكتور نديم نوفل رسالة للأهالي طلبهم فيها باتباع إجراءات الوقاية الصحية، موضحا أن الأرقام الصادرة عن الوزارات والمديريات هي للحالات المثبتة فقط. كشفت شبكة الإنذار المبكر في محافظة إدلب عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا أمس الأربعاء. نعم، وسجلت الحالتان في كل من بلدة تفتناز ومدينة سرمدة بريف إدلب، ليرتفع عدد الإصابات الكلي في شمال غرب سوريا إلى 40 إصابة، 21 منها في إدلب و19 في شمال مدينة حلب. وإلى شرق سوريا، حيث تم تسجيل 8 حالات وفاة غرقا في نهر الفرات خلال شهر تموز الماضي. كانت فرق الدفاع المدني قد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي توصيات تحت عنوان كي لا تموت غرقا، محذرة السكان من الابتعاد عن الشاطئ بشكل كبير وإرسال إشارات فورية عند الشعور بحالات الغرق وعدم بذل جهد كبير. للأسف حالات الغرق آسيا سنويا يعني عم تتجدد وعم تكتر. الحذر بس من موضوع السباحة، ولو أنتم كنتوا أهل المنطقة وأهل النهر مثل ما بيقولوا، بس الحذر واجب، خاصة بالنهر بيكون في دائما دوارات ودوامات مخفية. نعم، وتيارات. على كل حال نتمنى السلامة لأهلنا، ونتمنى أن يعني يتعلموا مبادئ السباحة على الأقل أو العوم، حتى لا يعني يتعرضوا لمثل هكذا حوادث مؤلمة.
الموضوع الآخر، رحلت عدة مدن سورية أو رحلت 46 مصابا بفيروس كورونا من أبناء مدينة دير الزور وأعادتهم إلى مدينتهم بطلب من وزارة الصحة التابعة للنظام. نعم، وبحسب موقع دير الزور 24 تم نقل الحالات على دفعات، وتم إيداع معظم تلك الحالات في حجر صحي في مبنى للسكن الجامعي جنوبي مدينة دير الزور. وتشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بالفيروس وسط تكتم من الكوادر الطبية التابعة لوزارة الصحة. دعا المجلس المحلي في جرابلس المواطنين إلى استصدار وثائق رسمية ورخص محلات وشهادات لقيادة السيارات. وطلب المجلس من أصحاب المحلات ترخيص محلاتهم والحصول على رخصة مزاولة المهنة قبل السادس من أيلول المقبل، مؤكدا أن رسوم الترخيص ستنخفض بنسبة 80% لمدة شهر واحد اعتبارا من اليوم ولغاية السادس من أيلول المقبل. مريم مهجرة ترملت بداية الثورة عام 2011، وما تزال حتى اليوم تربي أطفالها وتعيلهم بنفسها. تفاصيل عن مريم وأسرتها في هذا التقرير. يعني انعرض علي أن أتزوج، وبحسن كنت أتزوج وبتركهم عندهم بيت جد وعندهم بيت عم بيربوهم كانوا، بس أنا ما قدرت، ما أحسنت إن نعوف أولادي، ما أحسنت. اسمي مريم من ريف إدليب، عندي 4 أولاد، جوزي شهيد وحالياً بيركي هون بعفرين بإيواء الأرامل، بنتين وصبية فاطمة وخديجة ومحمد وأحمد. تزوجت 1/1/2005، كنا عايشين بمعردبسة، ضيعة اسمها معردبسة بريف إدليب. كنا عايشين الحمد لله يعني رب العالمين، يعني مرتاحين ومبسوطين. بداية الثورة زوجي استشهد، وصرت كفة وعاني أنا وهالولاد، صار لها 9 سنين تقريبا. ضربت الطيارة عنا يومها بالضيعة واستشهد. ولحد الآن اشتغلت، صرت اشتغل مشان عايش ولادي. طبيعتي يعني الضياع عنا بالضيعة، انه بتعرفوا عندكم فكرة انه بيشتغلوا بالاراضي، حواش بطاطا هيك شغلات، صرت اشتغل بالاراضي، اشتغل وعيش ولادي مشان عيش انا وياهم. اتركهم بالبيت من الصبح تقريبا لقريب المغرب، كانت اختهم هاي اصغر من يعني صغيرة لسه، خليهم يعني عندها، او اطلع انا مشان اشتغل مشان يعني احسن امن لهم حق الخبز. والحمد لله رب العالمين كنا عايشين ومستورين. يعني بحب اني الاقي الشغل اشتغل، يعني دورت كثير على شغل، ما في هون يعني شغل، يعني مثل ما عنا انه بضيعنا كان كثير شغل لأن المرأة تشتغل إنه تحسن تعيش أولادها، بس هون ما في. هلق حياة الأرملة يعني مأساوية كتير كتير بشكل، يعني حياة الأرملة يعني شقد من حكيت لك يعني ما بحسن أوصف المعاناة اللي بتعاني فيها الأرملة. يعني صايرة أب وأم وربة منزل وللولاد ولكل شيء، لكل شيء يعني شيء للمسؤولية كلياتها، مصروف الخارجية مثلاً، اوقات انه يعني ما كل الاحيان الواحد بينوجد معه خرجي، بيطلب مثلا الولد انه بده خرجي، فهون اذا ما كان معها الام يعني كثير كثير صعبه، لما الطفل بيشتهي على شغله والام ما بتحسن انه تلبي له اياها.
يعني مثلا اذا قعدنا هيك لمي كلياتنا ناكل هم، انه مثلا هاي بتقول انا اليوم والله انقطعت من خرجي، تدين من رفيقتها عبين الله سبحانه وتعالى ما يرزقها. يعني بنحكي انه كيف بدنا نامن حياه اولادنا، انه كيف بدنا باغراض العيد، يعني من هلق عم نفكر انه كيف بدنا نامن لهم لبس العيد. بنفكر اكثر شيء انه بنحكي بمواضيع الاولاد اكثر شيء، يعني بحالنا ما بنحكي خالص، انه نحن كامهات يعني نهائيا بحالنا ما بنحكي. بحلم ارجع على بيتي رضياني يعني بكل شيء كان صاير فيي، بس انه ارجع على بيتي هذا حلمي الكبير. أعلنت شركة الاتصالات MTN عن نيتها بيع نحو 75% من أسهمها في سوريا إلى شركة تيلي إنفست، والتي تملك ما يقارب 25% من الشركة. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة روب شوتر رغبة الشركة في التركيز على استراتيجيتها في إفريقيا وتخفيف محفظتها في الشرق الأوسط على حد تعبيره. أعلنت بلجيكا عن استقبال 18 لاجئا قاصرا دون ذويهم قادمين من مخيمات اللجوء في اليونان. نعم أيهم، وقالت الوكالة الفيدرالية البلجيكية لاستقبال طالبي اللجوء إن أعمار القُصر الذين استقبلتهم تتراوح بين 9 أعوام و18 عاما، منحدرين من دول مختلفة منها سوريا وأفغانستان وإيران والصومال وغينيا. وأجرت الوكالة فحصا للكشف عن فيروس كورونا للأطفال للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس قبل مغادرة اليونان. للحديث عن هذا الموضوع معنا رئيس المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان كاظم هنداوي. مساء الخير أستاذ كاظم. أهلا بك، مساء الخير. يبدو أنه في تشويش بالصوت، يا ريت يعني يتم لو بتقرب شوي على المايك. تفضل. تمام، أهلا وسهلا فيك. أولا يعني عدد الأطفال اللي تم يعني نقلهم قليل، لكن أين هم الآن؟ كيف تتم متابعتهم؟ طبعاً نحن عم نحكي على عدد جداً جداً قليل، وهذا العدد طبعاً لا يغني من جوع. يعني نحن مثل ما بنعرف الحالات الإنسانية عم تتفاقم باليونان، وأخيراً نداء الأمم المتحدة اللي هي يعني حذرت من اليونان من مهبة تقاعسها مقابل الواجبات أمام اللاجئين. اليونان مثل ما حكينا احنا كرارا وتكرارا تتعمد انتهاك حقوق اللاجئين من اجل ردعهم من الوصول اليها، لكن بلجيكا والاتحاد الاوروبي الخطوات هاي بسيطه جدا. يعني نحن بنطالب انه تكون خطوات بالفعل تكون ملموسه حل لجميع الناس الموجودين ضمن الجزر اليونانيه، مع احترامنا لكل الجنسيات، لكن المعاناه الحاليه للمعانيه السوري هي من يستحق انه هو بالفعل انه يستحق اللجوء، يستحق انه الرعايه، يستحق كل شيء. هو استاذ كاظم يعني عدد الاطفال 18 طفل او قاصر، اساسا بلجيكا كم حصتها من من اعداد اللاجئين؟ وخلينا نحكي شوي ايضا كيف راح يتم استقبالهم، هل راح يتم استقبالهم عند عائلات بلجيكيه ام ستتكفل بهم المنظمات؟
هن بالاساس يعني بلجيكا كان اخر احصائيه لها تقريبا شيء 32 الف لاجئ سوري ذهب اليها من او بشكل عام يعني 32 الف لاجئ موجود فيها بلجيكا، عدد جدا جدا بسيط. مثل ما بنعرف يعني بلجيكا هي دولة ما أنا مقصودة بالأساس للاجئين أنه يذهبوا إلى، في بعض الأشخاص يعني أنه راحوا على بلجيكا بسبب البصمة تبعتهم أنه ما حسنوا يكسروها بأي مكان موجود بأوروبا. يعني بلجيكا نوعا ما مرن بالمناحية القوانين اللجوء، لكن ليست مثال للدولة أنه ممكن تستقبل وتقدم حقوق للاجئين. بالإضافة الأطفال اللي ذهبوا يعني حاليا عم تستقبلهم بلجيكا، للأسف الشديد أنه هني راح يروحوا لرعاية أشخاص يعني هني بلجيكيين يتبنوهم، وحتى لأنه لحتى يصير قوانين أوضاعهم. وللأسف يعني أنا كتير من المرات بنحكي، لكن هذا هو الحقيقة اللي لازم نحكيها. نحن بلجيكا بتتعمد عدم استخراج أوراق ثبوتية لإلهم مشان ما يلموا شمل أهاليهم لحتى يوصل عمره لفوق 18 سنة. يعني إحنا شفنا أكثر من حالة بخصوص هذا الموضوع، حتى وصل الطفل لعمره فوق 18 لحتى حسن يستطيع أنه. طيب هل هنالك مساعي حقوقية من ناشطين حقوقيين لتلافي هذا الموضوع؟ طبعا هلا نحن دائما منظمات حقوق الانسان موجوده بكثره موجوده ضمن الاتحاد الاوروبي، لكن من الى من يذهب اليها؟ يعني نحن بنأكد لاهلنا اللي عم يسمعونا السوريين، دائما ابدا منظمات الموجوده هون ضمن اوروبا بامكان اي حد يتواصل معها حتى من خارج اوروبا. يعني الاهالي طب كيف بدهم يتواصلوا مع هؤلاء القصر يا استاذ كاظم؟ لا هن ما يتواصل مع القصر، هن يتواصل الأهالي اللي موجودة خارج أوروبا يلي هن أساساً أطفالهم ذهبت إلى بلجيكا أو ذهبت أي مكان. هن يكتبوا على جوجل منظمات حقوق الإنسان موجودة مثلاً ببلجيكا أو باللغة البلجيكية، مباشرة تطلع براسلوهم بردوا عليهم مباشرة بقولون نحن أطفالنا وصلوا لعنكم ونحن بدنا ياكم تتحركوا وترقوهم. وهن ما رح يتقاعسوا بهذا الأمر، لأنه موضوع القصر المدعي العام الأول هو الذي يكون الوكيل تبعهم الحصري يعني ضمن القانون الأوروبي. يعني هذا الموضوع، وماذا يعني هذا الموضوع؟ يعني هذا الموضوع بالمحصلة لا أحد له حق أنه يذهب إلى القرار من تلقاء نفسه. خاصة يعني شهدنا حالات سابقة كثيرة أنه كثير أطفال حتى تغيرت لغاتهم وما قدروا حتى يتواصلوا مع أهلهم باللغة بعد كذا سنة، وثقافتهم كلياتها تغيرت. نعم نعم، هذا كلياته سببه. انا برد بقول لك ما في مين يتابعهم للاطفال، يعني ما موجودين قرايبين هون، مين يرعاهم؟ يرعاهم اشخاص اخرين، يعني نحن بنقدر انه كمان هن عم تقدوا يوفروا لهم الرعايه، بس ما لا احد يحل محل الابوين، يعني الاب والام. ما حدا بهالعالم ممكن انه يكون هو بمكان الاب والام للطفل، لذلك انا هل نسبه السوريين من بين هؤلاء كبيره استاذ كاظم؟ نعم نعم، نسبة السوريين كبيرة، لأنه يعني أغلبية السوريين بيبعتوا أطفالهم لأنه بيعرفوا الطفل السوري بحق له لم شمل لأهله، لأنه ضمن القانون الدول الإنساني. يعني وهذا من أحد مثل ما بيقولوا الشغلات اللي يعني نحن دائما بننادي الأهل أنه لا تبعتوا أطفالكم القصر لحالهم، لأنه بعض الدول الأوروبية ما نعم تعطيهم أوراق مشان ما يلوم شمل العائلة تبعتهم، مثل بلجيكا مثل ما ذكرت يعرف هذا الموضوع. نعم يعني اليوم نحن ما في عندنا حلول، واقع هؤلاء الأطفال واقع، أمر واقع أصبح، وعلينا أن نتعامل مع هذا الموضوع. يعني وأنتم كناشطين حقوقيين يجب أن يكون لديكم نشاط في هذا السياق، ولكن هل هنالك دول أوروبية أخرى قد تنهج هذا النهج ويعني تتقدم في 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 موضوع سجل أبي القصر؟ نحن حكينا قبل مرة عبر قناتكم الكريمة، نحن قلنا أنه هذا ألمانيا عم تحاول تحرض الاتحاد الأوروبي أنه هو كمان أنه يتحرك إنسانيا بما يخصوص أقل ما يمكن القصر أو الناس اللي عندهم إعاقة أو الناس اللي هي أساساً ذوي الاحتياجات الخاصة. نحن شفنا بس لكن هالخطوات يعني خجولة جداً جداً. يعني إحنا عم نحكي موجود ب 8000 9000 قاصر موجودين هلأ باليوناني، إحنا عم نحكي على 15، لكن هذول بحاجة رعاية صحية مباشرة. يعني أنا برد بأكد لك القصر والنساء هم من يدفعون الثمن أكثر شيء ببقائهم بالعراء حالياً، ما لنا ولا أي شيء. نحن موجودين باليونان من دون اي حقوق للاجئ، كلمه لاجئ اساسا لا يطلق عليه كلمه لاجئ كمان. نعم، اذا نشدد ايضا على جميع الاهالي التواصل مع المنظمات الانسانيه الموجوده في بلجيكا او في اوروبا عموما لمتابعه حاله اطفالهم. بدنا نشكرك رئيس المنظمه العربيه الاوروبيه لحقوق الانسان كاظم هنداوي، شكرا لك. شكرا جزيلا، اهلا وسهلا فيكم، مع السلامه. نجحت عائلات سورية وصلت سابقا إلى فرنسا بلم شمل عائلات جديدة،
وهو ما كان محصورا سابقا بالمستضيف الفرنسي. لا تنتهي رحلة طالبي اللجوء بنيات ورغبة مستضيفهم السوري في البلد المضيف، فثمت شروط ومعوقات تبدأ بالإجراءات الإدارية والشروط الواجبة أو واجبة التوفر في العائلة المستضيفة. رحلة قد تستغرق كثيرا من الوقت والجهد، لكنها تحمل حال نجاحها فرحة للسوري. نتابع. 5 أعوام على وصول محمد أبو سعيفان إلى فرنسا قادما من الأردن، ليتمكن فيما بعد من استقبال عائلة سورية ضمن برنامج الاستضافة الفرنسي، تجربة على ما يبدو شجعت كثيرا من المقيمين. وتشير جمعيات فرنسية إلى أن عشرات الأسر السورية استفادت من البرنامج خلال العامين الماضيين. من خلال دراستي بالجامعة لمدة 3 سنوات كان عندي حيز من المعلومات، كيف ممكن أنه إحنا نجيب عائلة. طلعت على القانون الفرنسي بشكل جيد نوعا ما، فكان إشي اسمه يعني هو طلب استضافة أو بيسموه بالفرنسي أتستاسيون أبرجمو. أنا تواصلت معي ناس ومشيت معهم عن طريق تقديم الطلب وخطوة بخطوة، ونسبة الموافقة كانت نسبة عالية جدا. يسهل برنامج الاستضافة الفرنسي لم شمل لعائلات قريبة أو صديقة، لكنه مشروط بوجوب منزل يتسع للزوار الجدد ووجود العمل والقدرة المالية ومرافقة الضيف الذي دخل الأراضي الفرنسية. رحلة قد تمتد شهورا يلتزم الطرفان بتحمل مشقتها. اجيت من الأردن على فرنسا عن طريق لم الشمل. المشكلة انه بلم الشمل انه العائلة المستضيفة بدها تتحمل المضيف فترة من الزمان ممكن تمتد من شهر لحد الشهرين أو 3 أشهر. أنت دوافعك كثيرة للخروج لدول أوروبا، بتدور على الأمان، على التعليم، على أكثر من دافع، على الحياة الطبيعية بشكل عام. بحسب إحصائيات مكتب شؤون اللاجئين الفرنسي، فقد وصل عدد الذين منحوا حق اللجوء أكثر من 19,000 سوري منذ عام 2011. ليضيف برنامج الاستضافة خلال العامين الأخيرين عشرات العائلات. يبقى على السلطات الفرنسية تسهيل الشروط التي يتضمنها البرنامج، خصوصا وأن هذا البرنامج أو أن هذه الحالة ربما ستساهم في محاربة تهريب البشر ومنع قدوم المهاجرين غير الشرعيين. أهم ما في برنامج الاستضافة الفرنسي قدرة السوريين على دخوله بوقت قصير وفتح باب كان حتى الأمس القريب حكراً على الجمعيات والعائلات الفرنسية، ليتمكن السوري الآن من مساعدة أهله وأصدقائه والابتعاد عن ظروف التهجير الصعبة التي يمر بها من يحاول الوصول إلى القارة العجوز. عن اقتناء السلاح في شمال غرب سوريا موضوعنا في شو صار بعد الفاصل، تابعونا.